على الجانب الآخر، من طرف الأزمة اعتلى بوتين منصة الأمم المتحدة معددا فوائد بقاء الأسد ورافعا فزاعة الإرهاب والفراغ والخراب الذي سيخلفه رحيل بشار على سوريا، متناسيا حقيقة ما أحدثه ذات النظام من خراب وإرهاب. لم تخرج سياقات خطابات رؤساء وملوك العالم عن الإطار الأمريكي أو الروسي. فرانسوا أولاند أكد على الطرح الأمريكي، وإيران عضدت الموقف الروسي، وبين ذلك وتلك يبقى مصير الشعب السوري معلقا بآمال لم تخرج عن إطار البيانات ولم ترتقي بعد إلى حيز الفعل. ونبدأ مشاهدين الكرام حلقتنا لهذا اليوم بجولة على أبرز المستجدات على المشهد السوري، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يستبعد قيام قوات بلاده بضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، متهما في الوقت ذاته أمريكا وفرنسا بالتدخل في اختيار من يحكم البلاد، وذلك لمطالبتهما المستمرة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد كحل وحيد للأزمة السورية. وأوضح بوتين في مؤتمر صحفي في نيويورك أن روسيا تفكر في توجيه ضربات عسكرية على غرار الضربات الأخيرة التي وجهتها كل من فرنسا وأستراليا، لكنه أكد أن أي تحرك سيتم وفق معايير القانون الدولي. وأشار عقب لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن روسيا لا تنوي إرسال قوات برية للقتال في سوريا، موضحا أن بلاده تفكر الآن في مساعدة الجيش السوري وليس إرسال قوات روسية. وأرحب باسمي وباسمكم مشاهدينا الكرام بضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ شلال كدو، عضو الائتلاف الوطني السوري عن المجلس الوطني الكردي السوري. أستاذ شلال، السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام. بداية، يعني فلاديمير بوتين مصمم على بقاء الأسد، ويعني يفكر في الدخول في التحالف ولو بطريقة غير مباشرة في التحالف المنشأ لحرب تنظيم الدولة الإسلامية. هل يمكن اعتبار التقاطع بين مواقف روسيا والغرب في حرب تنظيم الدولة يمكن أن يؤدي فيما بعد إلى تقاطع أيضا فيما يتعلق بمصير بشار الأسد؟ أنا أعتقد هنالك تقاطع يعني في موقف معظم الدول الكبرى حول بقاء بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وهذا الأمر واضح في تصريحات القادة قبل انعقاد الجمعية العمومية في نيويورك المنعقدة حاليا وبعدها أيضا. يعني التصريحات كانت واضحة من معظم قادة الدول العظمى وكذلك بعض الدول الإقليمية التي أيدت في تصريحاتها بشكل واضح وجلي بقاء بشار الأسد في بداية الفترة الانتقالية. هذا الموقف حقيقة كان مفاجئا لنا في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وأعتقد بأنه كان مفاجئ لمعظم شرائح ومكونات الشعب السوري، كون معظم دول العالم كانت مؤيدة للثورة وكانت ترفض بقاء بشار الأسد في المرحلة الأولى بالاعتماد على وثيقة جنيف. هل يمكن اعتبار أن السياسة الروسية فازت في هذه الجولة من الصراع، صراع الإرادات السياسية؟ هذا الأمر واضح بأن السياسة الروسية فازت في سوريا بشكل كبير يعني، والملف السوري يبدو أن هنالك إرادة دولية وربما إقليمية أيضا بعض الشيء بتسليم الملف السوري إلى الروس يعني إلى روسيا. والحل الذي يفكر به روسيا بالنسبة لسوريا يبدو أن المجتمع الدولي يتوافق عليه شيئا فشيئا، لكن علينا نحن كمعارضة سورية أن نضغط على معظم دول العالم الصديقة للشعب السوري لتغيير هذه السياسة. سوف نأتي إلى موقف المعارضة بعد قليل. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أحمد كامل الإعلامي والصحفي. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، يعني مد في الموقف الروسي وفي التصريحات الروسية، وجزر أصبح ملحوظا في تصريحات القوى الغربية التي كانت من المفترض أنها معظمها من أصدقاء الشعب السوري. كيف تقرأ الموقف في هذه اللحظة؟
والله في صراحه بالموقف الروسي صاروا اكثر جراه على الاعتراف، لانهم يدعمون الارهاب والاستبداد في سوريا، ارهاب النظام، ويؤيدون علنا المذبحه التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري. هذا تطور خطير قائم على اساس استهتارهم بالطرف الاخر، علمهم بانه لا يحاسبهم احد ولا ياتي في طريقهم احد، ولذلك كشفوا عن هذا القناع، كشفوا عن موقفهم الحقيقي. بالمقابل جيد انه بعض المواقف الغربيه الاندلاق انشاء لنا ان نسميه كذلك على النظام وعلى روسيا. الكلام الذي سمعناه طوال اسبوعين من ان النظام يمكن ان يكون طرفا في التسويه، يمكن ان يكون طرفا في الحل، يمكن ان يكون طرفا في المرحله الانتقاليه. جيد ان كل هذا الكلام تم سحبه البارحه في يوم واحد. كل الدول التي قالت هذا الكلام تراجعت عنه وقالت بانه من المستحيل ان يكون بشار الاسد. طيب استاذ احمد، استاذ احمد، يعني خارج هذا الاطار، هل يمكن فعلا ان يكون الروس شركاء للولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه في الحرب على ما يسمونه الارهاب، او بين قوسين تنظيم الدولة؟ أعتقد أنه روسيا عندما تريد أن تحارب داعش فهي يعني كاذبة، لا تقول الحقيقة، هي تريد شيئا آخر وتغطيه بغطاء أنها تحارب داعش. حرب داعش أولا لا تحتاج قواعد عسكرية، يمكن لروسيا أن تقتل داعش من الأراضي التركية الروسية أو من البحر قبالة الشواطئ. كل ما تفعل روسيا واضح تماما انه مغطى بغطاء الحرب على داعش، ولكن في الحقيقه هو شيء اخر، هو البحث عن موطئ قدم على البحر المتوسط، بحث عن نفوذ، وتقاسم الكعكه السوريه، انشاء يعني ان حق لنا ان نسميها كذلك. ولكن بكل تاكيد ما تريده روسيا وما تريده ايران ليس محاربه الارهاب، وانما تحقيق مصالح دنيئه، مصالح ضيقة. طيب. على حساب شعوب المنطقة، على حساب الشعب السوري، وعلى حساب الشعب العراقي. طيب استاذنك، نعم.